ننتقل لصفحة جديدة. ننتقل لصفحة جديدة. زواج سري. تزوجت سراً من الممثل السوري. لو سمحت، أولاً كتاب الشهرة له علاقة بمهنتي وبفني وبس، ما له علاقة بحياتي الشخصية. حياتي الشخصية اسمها شخصية، هي ملكي أنا. زواج سري قد يكون بوجهة نظر الآخرين، ولكن بالنسبة إلي ما كان سري، لأني ما حطيت على السوشيال ميديا، أو لأنه ما نزلت، أو لأنه ما تصورنا، أو لأنه ما هي هذا الشيء. بس شكراً، أنت تحت الضوء يعني نوعاً ما العالم بحبوا يعرفوا. شفنا شو عم يصير لما عم تنعرض الحياة الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، عم تنخرب ثلاث أرباع. أولاً هذا الزواج بكن له كل الاحترام للشخص ولهديك المرحلة، صفحة وانطويت، خط أحمر. هلأ هي الحياة تبع الشخص اللي كنت أنا بحياته ملكه، ما بيحق لي إني أحكي عنها، لأنه أنا براتة. فهلأ انتهت، ومن زمان انتهت. طب قبل ما أقلب هالصفحة بتفكري بالزواج مرة تانية؟ لا أبدا. ليه؟ ليك علي، حأحكي كتير بصراحة، أتمنى الزواج، ولكن هلأ الشروط صارت كتير صعبة. شروطك أو شروطك؟ لا، شروطي أنا كتير صعبة بظل الظروف الراهنة اللي عم مر فيها كل الدنيا. يعني شو شروطك؟ غير أنه أنا كبرت بالعمر، أنا ما عاد بنت صغيرة أبداً. يعني أنا هلأ بمرحلة، ها بلشنا منتصف العمر، من الآخر. بس ما بتخوفك الوحدة بعض الأحيان؟ كتير بتخوفني وكتير مضايقتني، وعم بحكي معك هلأ كتير كتير بشفافية، لأنه أنا هيك متعودة. كتير زعجتني، وخصوصاً بهي المرحلة اللي أنا قطعت فيها، كنت كتير بحاجة لحضن، لكتير شغلات. مين شو عرفك يمكن أنا بحالة حب ما خلاني يكون بحاجة ل... أها، يعني هيدا سكوب. شكراً. مرتجة بحالة حب؟ أنا بحالة حب أكيد طبعاً، أكيد بحالة حب. أنا ما بقدر. مين هوية العريس؟ لك حل عني إلا أنا بحالة حب بغض النظر على التفاصيل. هلأ كان لبناني، سوري، فلسطيني، بس أعطيني جنسية، ما بدي أعرف مين. لا لا لا، ما في داعي، هذا الشيء بخصني إلي جداً جداً. حالة حب قابلة للزواج أو لا؟ لا لا، ما لا قابلة، لأنه ما في مجال للزواج. برجع بقول لك الأسباب اللي قلتها قبل. حقيقةً علي، هلأ شباب وصبايا صغار عم يعدوا للمليون قبل ما يقولوا بدهم يتجوزوا. يا جماعة، هالعلاقة شو أحيت داخلك؟ هالعلاقة مخلية شكران قدرانة، يعني بظل الصعوبات كلها تستنى شوي بكرة. ننتقل لصفحة جديدة. شكران. ننتقل لصفحة جديدة. مسلسل باب الحارة بجزء الثالث، ويلي أديتي فيه شخصية فوزية، وقلتي هالشخصية ما بتشبهك أبداً. خفتي بالأول من أنه تتعرضي للانتقادات، مثل ما ذكرت انه العالم صار يفكروا انه شكران مرتجة هيك شخصيتها، خفتي قبل ما تاخذي هالدور؟ هلا خفت، لانه كانت عاملته قبلي بالجزء الاول والثاني النجمه ليلى سمور، وكانت عاملته بطريقه بتطير العقل، وكانت ناجحه جدا 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 جدا. فخفت انه انا ما اعمل شيء يليق باللي عملته. ما في شك، ولكن الجمهور كأنه تعلق فيك أكثر. لأنه أنا كمان اشتغلت أجزاء أكثر، واشتغلته بطريقتي، يعني ما قلدت. تقبل شكران زوجك أبو بدر؟ لا ما بقبل أبداً. ترفضي؟ لا ما بقبل. ليه؟ لا أكيد ما بقبل. ليه وقفتي مشاركتك على الجزء التاسع؟ لأنه ما عاد الأستاذ بسام الملاه، وغير هيك الناس كمان بلشت تمل ويضيق خلقها، وإنه خلاص حاج بكفي. بتوافقي انتقاد الممثل عباس النوري اللي قال عن هالعمل صار مثل سندويشة فلافل بيتي؟ إيه أو لا؟ بوافقه أو ما بوافقه؟ بتوافقي أو ما بتوافقي؟ أنا بحترم أي شيء بيقوله الأستاذ عباس النوري. يعني بتوافقي؟ لحظة، أنا عم أقول أنا بحترم أي شيء، بس قد يختلف التشبيه مني لحضرته يعني. بس أكيد أنا بحترم رأيه، وأنا قلت لك إنه استنفذ، يعني استنفذ كل شيء كان باب الحارة، فكان بيكفي، فعلا بيكفي.